استشهد فتى فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي بعدما زاعم قيامه بمحاولة طعن عند حاجز عسكري شمال شرقي بيت لحم. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطنا قتل عند حاجز الكونتينر شمال شرقي بيت لحم عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليه. من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية إن المعلومات الأولية تشير إلى محاولته تنفيذ عملية طعن ضد مجندين من شرطة حرس الحدود. عبر الهاتف ينضم إلينا السيد واصل أبو يوسف، عضو منظمة التحرير الفلسطينية. سيد واصل، يعني أسمعت لو ناديت حيا، يعني اليوم 36 يمضي إلى الانصراف من عمر معركة الأمعاء الخاوية، ولا يبدو أن أحدا يحرك ساكنا أو يعبأ على الأقل من الفاعلين أو المؤثرين الدوليين. للأسف فعلا هناك تداعيات كبيرة على صعيد الوضع الصحي والحياتي للأسرى الأبطال المضربين عن طعام. اليوم 36 على التوالي قيم الاعتصام تمتلئ بجماهير شعبنا الفلسطيني، القوى السياسية، فعاليات المؤسسات، كل شعبنا الفلسطيني التف حول الأسرة. هناك نداءات توجه إلى المؤسسات الدولية، إلى مجلس الأمن، إلى الجمعية العامة المتحدة، المؤسسات القانونية والدولية، إلى الصليب الأحمر الدولي، إلى كل عواصم العالم من أجل إنقاذ الأسرة والمتقلين من مغبة ما يتعرضوا له وتداعيات ذلك على وضعهم الصحي. المسألة لن تسير ضد الطبيعة الكونية وضد الفطرة الإنسانية. هناك طاقة استيعابية علمية في حدودها القصوى ما بين يمكن أن يصمد المرء خلالها دون طعام، والبعض الآخر الذي ذهب حتى إلى التوقف عن شرب الماء. كيف يمكن التعامل إذا ما ذهب بعضهم إلى الهلاك وإلى ملاقاة ربه، إلى لقاء ربه، إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه والسلطات الإسرائيلية ربما تذهب إلى تصعيد المقابل بالالتجاء إلى الإطعام القسري؟ ما هي الفضاءات المتاحة أمامكم للعمل خلالها؟ نأمل أن نصل إلى خسارة أحد من أبناء شعبنا الفلسطيني، أبناء المناضلين المسؤولين عن طعام، قيادات فلسطينية تضرب مروان بغوث، أحمد سعدات، مجموعة كبيرة من القيادات الفلسطينية، وبالتالي نأمل أن لا يكون هناك ما يمكن أن تشكل فعلا نهاية على طريق الاستشهاد لهؤلاء المناضلين. نأمل انتصار هؤلاء الأسرى، الصلاة تتكثف الآن من أجل إنقاذ حياتهم ومواصلة المساعي والجهود مع كل الأطراف المجتمعي الدولي من أجل الضغط على الاحتلال لتلبية متطلبات الإنسانية العادلة. أنا بعتقد أنه يعني في هذه الساعات الحرجة لابد من أن يكون هناك تضافر كل الجهود من إنقاذ حياتهم وليس انتظار من أجل التشكيل. طيب، المضربون في غيابات السجون ويدهم مغلولة إلا في المسلك الذي التجأوا إليه، ماذا عن منظمة التحرير الفلسطينية؟ ماذا عن السلطة الفلسطينية؟ ما هي آفاق التصعيد الممكن من وجهة نظرك؟ منظمة التحرير تسعى جاهدة باتصالاتها المكثفة مع كل أطراف المجتمع الدولي من خلال سفاراتنا، من خلال الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال الحديث مع كل المؤسسات الدولية والقانونية، وهناك تكثيف لهذه الاتصالات من أجل أن يتم الضغط على الاحتلال للاستجابة إلى هذه المطالب الإنسانية العادلة، كما قلت، وقف سياسات التعذيب وسياسات محاولة كسر إرادة الأسرى المنتقلين. المطالب الإنسانية العادلة اللي طلب بها الأسرى المنتقلين مسائل بسيطة لها علاقة بوقف الاعتقال الإداري، بوقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد، سياسة العزل، سياسة العزل، وأيضا الزيارات للأهالي وغير ذلك من والهاتف العمومي وغير ذلك من ما يمكن أن يشكل يعني على الأقل عودة لما يشكل أملا لدى هؤلاء الأسرى المتقلين. الوسيط الأقدم في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو العربي الإسرائيلي يزور الأراضي المحتلة هذه الأيام، هل يمكن أن يقدم على أمر ذبال على الأقل في هذا الملف، في هذه الزاوية الضيقة من مجمل الصراع؟ يعني نأمل ذلك، ولكن حتى الآن لا يوجد هناك مؤشرات جدية وحقيقية على صعيد الضغط على الاحتلال. معروف تماما أن هذه الحكومة هي الأكثر تطرفا، وهي تحاول من خلال مواقفها كسر إرادة الأسرى المطلوبين عن طعام، تحاول تثبيت وقائع على الأرض، تحاول رفض أي إمكانية لصدور حجج وحقية تفضي إلى حرية واستقرار الشعب الفلسطيني، هي تحاول تكبيس الاحتلال وإبقاء هذا المسار مغلقا. هذا هو نهج هذه الحكومة الأكثر مني وطرف الحكومات المدنية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال انه يعول كثيرا ويلمس نوايا جاده لدى الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب في احداث حلحله في ملف عمليه السلام وصولا الى حل الدولتين. هل يبدو الرجل بالفعل مبشر الى هذا الحد؟ انا بعتقد انه اي فتح مسار سياسي او فتح سياسي لابد ان يستند لثلاث ركائز رئيسيه. الركيزه الاولى وهي اولا قرارات مرجعيه لاي مسيره سياسيه تستند الى قرارات سعيد ولي وخاصه
القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي والجمعيه العامه للامم المتحده التي تضمن حقوق شعبنا الفلسطيني بحد الادنى في العوده وتخزين مصير وقام الدوله الفلسطينيه المستقله بعاصمتها القدس. والامر الثاني وهو وضع سقف زمني لجلاء الاحتلال عن الاراضي المحتله بعنوان 67. والامر الثالث وقف كل اشكال الاجرام والجرائم نفي الاستقلال الاستعماري الذي قام به حكومه الاحتلال بناء وتوسيعا ووقف سياسه التصفيات المدنيه وكل ما من شانه ان يكرس هذا الاحتلال. لذلك دون ان يكون هناك مقدرات واضحه للمسيره السياسيه ولا فان نعود الى ذات المربع. نحتاج الى مقاربه جديده وليس العوده الى المقاربه الماضيه من خلال هيمنه الولايات المتحده الامريكيه على مسار سياسي منحاز بشكل كلي وسافر للاحتلال، واعطى الاحتلال مزيد من الوقت واقعي وحمل الاحتلال مغبه مسالته على جرائمه. يعني ربما المساله سيد وسط تكون مرتبطه بما تملكونه انتم من اوراق ضغط، لا اعلم اذا كان ذلك متاحا بالفعل ام لا. باختصار لو سمحت، هل تملك السلطه الفلسطينيه من امر نفسها شيء في مسار المفاوضات الجاري او الذي ينتظر ان يجري؟ الشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه تمتلك ثلاث ركائز بشكل سريع. الركيزه الاولى وهي عداله القضيه الفلسطينيه، والامر الثاني وهو التضحيات الكبيره للشعب الفلسطيني على صعيد مئات الاف من الشهداء والجرحى والاسرى والمعاناه الكبيره التي لم تذهب هجرا. والركيزه الثالثه وهو شموخ الشعب الفلسطيني على الارض ومقاومته ضد الاحتلال والحواجز وما حاول الاحتلال تفريسه على الارض الفلسطينيه. لذلك نحن نثق بعداله قضيتنا ونثق بنضال شعبنا وكفاحه وتضحيات شعبنا التي لابد ان توصل الى النص. شكرا جزيلا لك عبر الهاتف السيد واصل ابو يوسف عضو منظمه التحرير الفلسطينيه، شكرا جزيلا لك.